أهلا بكم أعزائي بدرس جديد من أساسيات SQL. نحن انتهينا من الأساسيات تقريبا، لكن هنالك بعض الأمور التي لم أشرحها في قسم الأساسيات وأريد أن أشرحها الآن في قسم جديد اسمه المزيد من أساسيات SQL. فبالنسبة لأساسيات SQL فكانت فيها 7 تمارين، صحيح 7 تمارين نحن تعلمناها من أو سبعة أم ستة عفوا 6 تمارين، فإذا هنالك 6 تمارين بأساسيات SQL. الآن نحن في تمارين جديدة، فبالتالي هذه 6 تمارين تدرسها معا تفهمها معا ثم تنتقل للتمارين الجديدة التي هي في قسم المزيد من أساسيات SQL. ترتيب هذا التمارين أو ترقيمها سيكون 310، مثلا سنبدأ 311 312، فإذا أول تمرين من هذا 311 ثم 12 و13 وهكذا. فإذا هذه الطريقة بالترقيم هدفها أن تعرف المستويات، يعني الآن أنت في المستوى الأول ستكون الترقيم 30 وثم مثلا رقم مثلا 301 301 302 303 304 305 306، هذا مستوى أول. الآن نحن في المستوى ما بعد الأساسيات، يعني المستوى تقريبا الابتدائي الثاني، وبالتالي سنبدأ الترقيم من بعد 10، يعني بعد 310. فسنبدأ هذا التمرين الأول 311. أنا أوضح هذه الأمور حتى يسهل عليك تتبع هذه التمارين، البحث عن أرقامها، وأيضا حتى لا تسأل نفسك تقول أين تمرين 307 و8 و9، هذا غير موجود. جيد، لا يوجد تمرين 307 و6 و سبعة وثمانية وتسعة، غير موجود، وعشرة غير موجود. الموجود الآن 311. تمرين اليوم جدا 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 سهل لكنه جدا مهم، وبكل بساطة نحن نريد أن ننشأ هذا الجدول، جدول الطلاب، وندخل به بيانات. يفترض أنك تعرف القيام بهذا الموضوع، فقط هنالك مواضيع بإنشاء الجدول أريد أن أخبركم عنها في هذا التمرين. فإذا هذا جدول الطلاب يحتوي معرف الطالب، يحتوي الاسم الأول الاسم الأخير وتاريخ الانضمام للمدرسة. فمعرف الطالب هذا جدا مهم، هذا مثل رقم الهوية، هذا مثل رقم جواز السفر، هذا مثل رقم الدخول للجامعة. هذا أرقامك لا يمكن أن تتجابه مع أرقام أخرى، لا يمكن، لا يمكن، يعني لا يمكن شخص لديه رقم هوية مثلا في المغرب على سبيل المثال أن يكون له نفس شخص آخر في المغرب يكون له نفس الرقم الهوية، لا يمكن. فإذا هذا بطاقة تعريف ورقم معرف. نفس الشيء بالديتابيس أو قواعد البيانات، الواقع ينعكس عليها طبعا لأن هي مرة أخرى أداة تساعدنا بالعمل. فبالتالي نحن كيف نعمل؟ نعطي الأمور أشياء معرفات مميزة، معرفات واضحة وفريدة من نوعها، نعطي الأمور لها، وبالتالي SQL تقوم بنفس العمل. حتى تعرف القيود فهي تحتاج، أو تميز القيود تحتاج معرف لكل قيد. هذا الصف اسمه قيد، هذا الصف اسمه سجل، هذا الصف اسمه ريكورد، هذا الصف ماذا اسمه أيضا؟ اسمه البيانات التي لدينا. فهذا الصف يجب أن يتم تعريفه. فأنا أريد أن أرى مثلا سجل علي، فأنا سأجلب ماذا؟ سأجلب سجله برقم تعريفه، ورقم تعريفه هو 1. هذا الرقم المعرف بSQL اسمه primary key. key يعني مفتاح، primary يعني أساسي أو رئيسي، وبالتالي هذا المعرف هو مفتاح أساسي أو رئيسي. وماذا يعني مفتاح أساسي ورئيسي؟ لأن من خلاله يمكن أن نصل للقيد، هو مفتاح القيد. إذا أردت أن أصل لسجل لانا علي أن أفتح قيدها برقم 2، أما سامية برقم 3، أما علي برقم 1، واضح جدا. هذا المعرف اسمه primary key ويجب أن يكون موجود، لا يمكن مثلا primary key أن لا يكون موجود، أو أن يكون null أو قيمة مفقودة. نال قيمة مفقودة، لا يمكن أن يكون قيمة مفقودة. وبالتالي من شروط البرايمري كي أن نقول أنه not null، يعني غير، لا يسمح بقيمة فارغة، not null. كلمة not null بحد ذاتها هي عبارة عن شرط أنا أعطيه للسجل عندما أقوم بإنشاء جدول. فلاحظوا مثلا هنا بجدول الستودنتس، جيد، هذا عندما قمت بإنشائه، فأنا أقوم بداية قمت بإنشاء عمود student ID،
سأشرح عن هذا، لكن لاحظوا هنالك كلمة اسمها not null. هذا الشرط، هذا العمود، أن قيم هذا العمود لا يمكن أن تكون فارغة، لا يمكن أن تكون مفقودة، لا يمكن أن لا يتم تزوية قيمة. وهنا نأتي للشيء بالبرمجة وحتى بـ SQL نفسها. ماذا يعني لا يوجد قيمة؟ ماذا يعني قيمة مفقودة؟ سهل جدا هذا الموضوع. يعني مثلا في الزمن الماضي عندما كانوا الناس يراجعون في الدوائر الرسمية مثلا في ملفاتهم، لأن الملفات كلها ورقية، يقولون لهم أن ملفكم ضاع أو تم فقدان الملف. كيف يتم فقدان الملف؟ كيف ذلك؟ الملف مفقود، لا يوجد بيانات، لا يوجد ديتا عن هذا الموضوع. فمثلا أنا ذهبت للجامعة وسألت ما هو رقم المعرف الخاص بي، سيقولون لي رقمك المعرف مفقود، أو لا يوجد بيانات لدينا عن رقم المعرف. هذا الشيء لا يمكن أن يحدث بقواعد بيانات MySQL، فإذن يجب أن يكون هنالك قيمة للمعرف. فبالتالي نحن نال نقول قيمة مفقودة، نط نال غير قيمة مفقودة، يعني لا يمكن أن تكون القيمة مفقودة. هذا النط نال أيضا وضع للفيرست نيم والباقي، بمعنى آخر عندما يتم تزوية قيمة أو إدراج قيم للاست نيم والفيرست نيم وتاريخ الانضمام، فإذا لم أزود قيمة سيعطي خطأ بـ SQL، سيقول لا يمكن ذلك، لأنك هذه لا يجب أن تكون قيمة مفقودة أو قيمة غير واضحة، يجب أن تزود قيمة. فذا not null هو شرط من شروط الداتا التي يتم إدخالها هنا. فذا الداتا التي أنا أنشئها هنا، لاحظوا، هي لها نوع الذي تعلمناه varchar، تعلمنا int، تعلمنا date، تعلمنا decimal، تعلمنا بعض الأنواع. هذا نوع الداتا، أنا أريد هنا أن أدخل تاريخ، أريد هنا أن أدخل رقم صحيح، أريد هنا أن أدخل string عادي، هذا نوعها. لكن يمكن أن أضيف شروط، أن لا يمكن هذه القيمة أن تكون null أو قيمة مفقودة، وهذه كلمة هذا الشرط اسمه not null. فإذا الآن بالنسبة لل primary key أو هذا student ID، بداية هو يجب أن يكون int يعني integer، يعني رقم صحيح، يعني 1 2 3 4 5. وأيضا يجب أن هذا أنا وضعته primary key، هذا هو المفتاح الرئيسي لهذا القيد، وبالتالي هذا يحرص أن لا يكون هذا القيد مكرر. يعني لا يمكن مثلا علي يكون له قيد رقمه 1 وسمية رقم 1، لا يمكن. وبالتالي هذا يؤكد الانفرادية لهذا، لا يجب أن تكون له قيمة not null. والآن نأتي للشيء هنا اسمه auto increment. auto increment يعني الزيادة الأوتوماتيكية أو الزيادة التلقائية، وهذا يعني أن بدلا أن أدخل أنا ID لعلي ولانا وسامية، وهذا الشيء أنا عادة ما قمت به عندما أنشأت الجداول الأخرى، كلما أريد إدخال ID أدخل ID 1 2 3، لكن هذا عندما أقوم بإدخال auto increment يتم إضافة ID بشكل أوتوماتيكي. فلو أنا نسخت هذا الموضوع وقمت ب select all from students وrun، لاحظوا student ID سيكون 1 2 3، لكن أنا لم أدخل ذلك، لاحظوا أنا لم أدخل ذلك بالinsert into، لكن تم أوتوماتيكي بكلمة auto increment. فإذا هذا هو فعليا الشيء الذي أردت أن أقوله اليوم، أن عندما تقومون بإنشاء جدول ومعرف أساسي دائما اكتبوا نفس الشيء، دائما اكتبوا هذه الاشياء نفسها، اكتبوا int يعني integer، اكتبوا primary key يعني مفتاح اساسي، not null لا يمكن ان يكون قيمة فارغة او مفقودة، وثم auto increment يعني زيادة تلقائية حتى يقوم بالاضافة، يزيد تلقائي للـ ID بمقدار 1. الشيء الاخير الذي اريد ان اقوله بالنسبة لـ not null او null، كلمة null أو أنا قلت أن الداتا مفقودة، وهذا الشيء الصحيح. فمثلا ربما تقول لي أن مثلا الزيرو، مثلا أدخلت زيرو وقلت هذا null، لا الزيرو ليس null، الزيرو هو قيمة فعليا. يعني مثلا أنا أقول لك مثلا ما هي درجة الحرارة في مثلا في البلد الفلاني، تقول لي زيرو. زيرو أو صفر يعني أنه درجة الحرارة صفر، لا يمكن أن أقول هذه القيمة null. لماذا؟ لأن النال يعني قيمة مفقودة. إذا قلت لي لا أعرف ما هي درجة الحرارة، فيعني قيمة درجة الحرارة نال، لا يوجد قيمة مزودة. لكن بالنسبة لقيمة درجة الحرارة زيرو، هذه قيمة،
شيء معروف. فإذا زيرو لا يعني نال. أيضا قيمة فارغة لا تعني نال. لماذا؟ لأن القيمة الفارغة يعني ربما هي القيمة بالأصل هي فارغة، هي empty string، نفس فكرة زيرو. فبالتالي ليست نال. النال يعني لا يوجد بيانات، لا يوجد بيانات حول الموضوع، لا يوجد فكرة. ويمكن أن تستعيد عن كلمة لا يوجد بيانات أني لا أعرف، لا أعرف، ليس لدي بيانات، ليس لدي علم، لا أعرف. فإذا هذه هي النال. فإذا قيمة عندما أسألك سؤال وتجيبني لا أعرف، أنا أقول قيمة هذه البيانات هي حاليا هي نال، لأن لا يوجد لدي معلومة عنها. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، وتابعوني بدروس ما بعد الأساسيات بدليل الشامل SQL. مع السلامة.